وسعد بن جبير قد قلت لكم قد أخطأ وفارق الجماعة، خالف الحجاج وخرج مع ابن الأشعث، وبقي متخفيا بعد هزيمته في دير الجماجم، وقتله الحجاج سنة 95، وذم العلماء قتل الحجاج له، ولكن طبعا أخطأ ابن جبير ومن معه لما فارقوا الجماعة وقاتلوا الحجاج. فابن عباس رضي الله عنهما كان يعرف أن سعيد بن جبير حار، مع أنه سعيد بن جبير لما قتل ابن الزبير رضي الله عنه بايع عبد الملك بن مروان وبايع الحجاج في مكة، بعدين ولاه الحجاج على أمانة المال أو حاجة زي كذا في الجيش الذي بعثه لقتال رتبيل في بلاد طاجكستان أوزبكستان طاجكستان وما وراء النهر أيام الفتوحات عام 80 هجري. فسعد بن جبير يعني كان مؤمرا، ولكن كان ابن الأشعث رجل عبد الرحمن بن الأشعث فيه تيه وفيه غرور، ويرى نفسه أنه صاحب علم وصاحب فضل وصاحب غنى ومن ملوك كندة، وكيف يطيع ابن أبي رغال اللي هو حجاج. فلما هو كان في القتال مع رتبيل جاء الشتاء فتوقف وفتح مدن في بلاد طاجكستان أو أوزبكستان، فتوقف لأجل الشتاء. الحجاج قال له وين رايح؟ قاتل استمر حتى لو في الشتاء، وإلا أمرت أخاك مكانك. فحينئذ غضب ابن الأشعث وجمع القواد اللي معاه، وجمع معهم سعد بن جبير مسؤول مالي أو شيء، يعني مسؤول في ضمن الجيش مؤمر من الحجاج بس تحت أمرة ابن الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث. فماذا فعل؟ قال نخلع بيعة الحجاج ونقاتله، ورجعوا إلى العراق وصار القتال 4 سنوات وبيقاتلوا، وصارت ملاحم عظيمة وفتن، وتركوا قتال الكفار وبدأوا يتقاتلوا مع أنفسهم، ووقع في هذه الفتنة من خيار العلماء. الآن قولوا لي هذا سعد بن جبير خارجي ولا إيش؟ هذا سعد بن جبير سروري ولا قطبي ولا ماذا؟ لماذا لا تتكلمون عليه؟ يعني ماذا لا بس جايني في الفتنة هذه والرجل يقول لك أنا ما أؤيد الخروج، أنا ضد الخروج، أنا ضد هذا التكفير، أنا ضد التهييج، لا إلا سروري، ولا يتجرؤون بكلمة على الشيخ العباد أو على غيره من السلف. نحن نقول فعل ابن جبير منكر وباطل، لكنه ليس خارجيا، هو متأول وخدعه الشيطان، ونسأل الله أن يرحمه ويعفو عنه لعله تاب. الشعبي تاب، الحسن البصري كان ينكر عليهم وأرادوا يخرجوه بالقوة. المهم فتنة عظيمة حصلت بين السلف عام 80 للهجرة، يعني في زمن ما زال الصحابة موجودون، ما زال الصحابة موجودين رضي الله تعالى عنهم، ولم يخرج مع ابن الأشعث ولا صحابي، انتبهوا، لم يشارك في هذه الفتنة ولا واحد من الصحابة. روي أنه أنس خرج معهم لكن هم أجبروه وهرب منهم رضي الله عنه.